نذهب الآن إلى حسين عم حسين. أنا شفته كده أقول له عم حسين، وبعدين بصيت له قلت ده عندك كم سنة يا حسين؟ قال لي 56 سنة. طلع أصغر مني بتقريبا 10 سنين أو أقل شوية يعني. بس إيه بقى، ملامح شقة وملامح جمال وملامح رضا في كل الشعب المصري، كل الناس كده يعني. شوية ملبن كفاح عجوة. طيب نقعد مع حسين بنشوف. يبدو ان هم شايفين عم حسين احمد محمد احمد زي الشجرة دي، ما عادش يخضر. ازيك يا عم حسين؟ ازيك يا محمد بيه؟ عامل ايه الشو معاك؟ الحمد لله. عامل ايه فيك الحنين؟ والله نعمة وفضل من الله. عجزنا انا وانت يا حسين. ربنا يديك الصحة يا بيه. عندك كم سنة؟ مواليد 13/61. 61 يعني ايه كم سنة؟ 56 سنة؟ 56 سنة. بقى لك هنا كم سنة؟ جيت من هنا من هنا امتى؟ من 92. جيت على هنا؟ لا على 7 عمدان عمان. اه اشتغلت فيها. قد ايه؟ قعدت فيها 15 سنة مع الراجل ده. طيب كويس. واتنقلت. كنت حارس برضه؟ كنت حارس وشغال مع علوناش، اطلع رمل واسمنت وكله. تمام جدع. وابني كان شغال معايا علوناش برضه. كويس. احنا الاثنين علوناش. علوناش معاه. واحيانا ننزل اخر النهار نلقى يومتنا انا ودني مقسومه. عملتوا ايه؟ ليه؟ يقول لك لا ده في عامل غلط، الحسنه تخش والسيئه تعم. طبيعي. احنا ما عملناش حاجه. لا هو كده. وبعدين جيت هنا بقى العماره دي معاه برضه. بقالك كم سنه في العماره دي بقى؟ يعني يمكن من 10 سنين. وال15 الاولانيين يعني 25 سنه مع صاحب العماره دي. 25 سنه 26 من 92 معاه. طب الحلقه بتاعتنا عن الهم، هو في هم اكتر من كده؟ يعني 26 سنه كنت 30 سنه سني، وبعد كده بقيت 56. كلني لحم ورميني عض. ايه اللي حصل لك؟ قول بس. ما عمليش، جيت في الاخر رماني بره، ركب كوالين على البيبان. قال لك امشي ومالكش مراه. كنت ساكن انت ومرتك هنا؟ ما لا هو كنا ساكنين الاول. اه دلوقتي احنا ساكنين بره في ارض اللوح. وكنت بتبات هنا؟ ببات وانام واصحى واكل واشرب هنا. وبعدين ايه اللي حصل؟ ولا حاجه الا الست دي ما تجيش هنا. الست دي مين؟ مراتك؟ هي مراتي. مراتك بتعمل مشاكل؟ ولا حاجه. لا ولا حاجه. كويس. احنا بنقط الدنيا دلوقتي من الشارع. ايه؟ بنلقط لسجينا من الشارع. 6 شهور ما عطينيش مرتب. انت ممكن تقولي مرتبك كام؟ الاول في 92 كانت 120 جنيه. كانوا كويسين. وكانوا حلوين وكنت اطلع اشتغل يوميا بره. برضه. واديب والعمليه ماشيه. ماشي. وصلت لغايه 1000 جنيه دلوقتي. مرتبك 1000 جنيه. غير بقى الحسن اللي بتيجي من السكان. بتمشي الحال. بقى هو ماشي الحال بتقضي طلبات وبتمشي الحال. ماشي الحال والحمد لله ما قلناش حاجه. قال لك يلا بره. علمت عيالي. اتعلموا الحمد لله. عندك كام عيل يا حسين؟ عندي 4 بنات وولد. علمت البنات؟ علمت بنت خدت جامعه القاهره. جامعه القاهره خدت ايه؟ واخده دار علوم لغه عربيه. يا دين النبي دي جباره. وايه كمان؟ والواد في نظم معلومات. والتانيين؟ التانيين 2 ما اتعلموش. ليه؟ ما كم هم ما كملوش. اشتغلوا بقى بنا وكده؟ ولا اشتغلوا ولا حاجه. امال ايه؟ لا يعني هم عندهمش نسبه استوعاب للتعليم. عندهم اخر واحده دلوقتي في اولى اعدادي. بتروح المدرسه. وطالعه متفوقه كمان. كويس. وبعدين دلوقتي انت بقى على فيض الكريم. على فيض الكريم. طيب لما بيجي لك هم بقى عم حسين الدنيا تقفش معاك؟ نقفش على طول يا طب بتعمل ايه؟ يعني احنا دلوقتي بنقول للناس ان الهم ده حاجه وحشه. طب ما بص لي ستك، انا عندي 26 سنه 56 سنه. لا عيد ده انسداد رئوي. انت بتاع 86 كده 96. ده انسداد رئوي ما بانش ابدا. انا اكبر منك الحمد لله. صور على التليفون لو شفتها تحزن علي. انا مت 4 مرات وانا اخش العنايه المركزه.
جاتلي غيبوبة، جاني سكر، عندي انسداد رئوي، يعني حالة لا تضطر عدو ولا صح. طب بتعمل ايه لما الدنيا تقفش معاك اللي هي قفشة طول الوقت؟ بسلم امري لله. بتروح تقعد على قهوة تلعب؟ لا لا لا، بتروح ولا قلقش في الكلام ده. بتروح مثلا تدعي عند السيدة زينب، عند السيدة لا بروح الحسين، بروح السيدة الحسين حبيبنا الحسين ده. تدعي بقى؟ ما بدعيش الا ربنا يوفقني في حياتي. والله انا قلتها له في وشه، قلت له مش حدي عليك، انت ظلمتني، لكن والله ما حدي عليك ولا حدي على اولادك، لانه معاه ست الله يبارك لها. ايه الهم ده؟ يعني ايه الهم ده؟ ما هو ده على كتفك كده. ما هو ده الهم ده. ومن يومنا واحنا شايلين هم. من يومك؟ والله من يوم ما طلعت، طلعت يتيم الاب لاخ والاخت. انت مالكش اخوات رجاله؟ لا بنات ولا صبيان. كمان لوحدك؟ وحيد. ولا عمام ولا حد انت كده؟ لا في عمام ولاد عمام كل بس ما فيش بقى. ما فيش اخوات. طب لما انت تبقى في محنه كده تلقى لهم ولا مش نافع؟ لمين؟ لعيلتك. كل واحد بيشيل نفسه. مين؟ كل واحد بيشيل نفسه، محدش بيشيل حد. بالعكس، كل واحد اللي بيشيلني ابني بس. ايه الدنيا دي يا حسين؟ الدنيا هما وغما يا بيه. يا ساتر يا رب. والاخر يعني بعد التجربه كده شقيت 26 سنه وتعبت. ايه حكايه؟ مش ندمان؟ لا ما تندمش على الشقه. طب وانت مش عارف وانت صغير وانت بتشتغل بالنا كده لان الدنيا دي غداره؟ عارف ولا مش عارف؟ ما عملتش حسابك ليه تشيل لك قرش؟ ما لقيتش الاحسن يا بيه. لا تشيل لك قرش، بتكسب 10 شيل 2 واصرف 8. ما بنات يا بيه، اربع بنات بصرف عليهم وقت اللي علمته فيهم. مفيش علمته. يعني انت مش شايل اي حاجه كده؟ لله الحمد والشكر. قول يا حسين. جوزت بنت، والبنت الثانيه بجهز فيها، وربنا اعلم بالحال الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر. والله يوم ما عييت انا اتبعتت لي اضرب اللي 200 جنيه اللي 300 جنيه في المستشفى. انت لما بتعوز تتبسط كده بتعمل بتروح سينما؟ ولا قهوه قعدت عليه يا راجل. اقعد سينما ايه؟ عمرك ما دخلت سينما؟ ولا على قهوه. مره لقيت الواد بتصل عليه، انت فين؟ بيقول لي على القهوه. قلت له انا 26 سنه ما قعدتش على قهوه. مفيش قهوه. ايه اللي قعدك على القهوه؟ يمكن يا ابني تيجي على غفله كانت تاخدك. قال لي بابا اسمع الماتش ومروح. قلت له حسك عينك تاني تقعد على قهوه. مفيش مره تاخد العيال تسافر الحته تتفسح بتاع؟ ملياش. مالكش في السكه؟ يوم ما صفرتهم ويوم ما فسحتهم، فسحتهم في قرايبه في بنات الحيوانات هنا. ده صعيد وفضيحه. انا قريبهم هنا. طيب بنات الحيوانات في الصعيد؟ ها؟ مش بيقولوا من الجزم قبل الصعيد؟ لا لا ما تعملناش مشاكل، احنا بنحب الصعايدة. لا انت هتقول لي بقى واحد اشترى قفل طلع عينه بقى وتعمل لي مشاكل؟ اشترينا العتبه زمان لا دي افلام. الصعايدة دول طلع منهم احسن ناس في مصر. الحمد لله. مفكرين من الصعايده والرؤساء من الصعايده. وعبد الناصر والابنودي وعد زي ما انت عايز. الصعيده في ناس حلوه قوي الحمد لله. بس في بؤس. في بؤس. طب انت هترجع البلد؟ في فار. فار. لا ما انا اتاقلمت هنا بالعيال. جوزت اللي جوزته. حلوه اتاقلمت. اتعلم هنا. اتعلم ويمكن ليه مستقبل هنا احسن. ممكن نتعلم نشتغل هنا. يعني برضو كل واحد يمكن يديك الصحة. يروحونا ميتين بس بعربية كده. لا لا يا ربنا يديك الصحة. ما تربنا في البلد، ما مش هنا. متعقلمين حتى. لا ربنا يديك الصحة. الحمد لله. والحال ماشي كويس. لله الحمد والشكر. مستورة قوي قوي قوي. بتزعل قوي من ايه يا حسين؟ أقول لك بزعل ليه؟ قول. يوم ما أحس إن واحد بيحتقرني أو يكلمني باحتكار. ودي بتلاقيها؟ دي اللي بتحرقني. وبتحصل؟ كتير. بتحصل كتير. كتير. وصلك باحتكار كده. أنت خدها شيل. وصلك باحتكار، دي هي اللي بتحرقني. وبرضه الواحد بيعدي. بيمشي. كله بيعدي. بتعدي كتير أنت؟ بيعدي كتير، بيقابلنا الحلم والوحش. طب بتسمع أغاني أنت؟ تسمع مين بقى؟ بسمع أم كلثوم، بسمع عبد الحليم. بسمع نجاة. يا سلام على الست نجاة دي، جميلة. غير كده لا. مفيش. ما بعرفش. ما تسمعش بقى الحجار ومنير وعمرو دياب وانغام وشيرين؟ لا بسمع محمد محيي. حلو محيي. عاتبك على ايه ولا ايه؟ ولا ايه ولا ايه؟ عاتبك على الجراح.
احمد حربيه قال ان انت كان قفشك مره كان معدي من هنا كنت اغني ويومها كنت مهموم مهموم فقعدت تغني كتاب حياتي غنيت كتاب حياتي ولا زي صوتي بس ساعتين ما دادني سندراوي صوتي زي ما حضرتك شايف طبعا دلوقتي انا خايف اغامر واقول لك غني فالناس تقفل التلفزيون في وشنا احنا الاثنين لا احنا ممكن نسجل حلقه ثانيه لا هنسجلها ونشوف بقى ربنا يستر لان انا مجرب نفسي في الغنى حالتي عيده لا انا ما علاش مش هغني لا قول لنا بقى كتاب حياتي يعني عشان نختم الحلقه قول لنا صوتي زي ما انت شايف حضرتك نفس ما الحربيه سمعك بتغني حلو كان يا بيه مش معنى كتاب حياتي قبل معايا ما قلت حضرتك كنت مغموم ولسه والله لسه ربنا يسهل البلد ويسكن في تنها ويسكن في تنها يسكن في تنها وربنا يبعد اهل الشر بس اللي بنتمناه من ربنا طب قول بقى كده في حياتي ما بنتمناش حالتي يلا حد يضرب مزيكا يا جماعه يا بيه ما صعب يا عم قول بس معلش قول النبي يا ريت تهودي لا لازم تغني مش هسيبك غير لما تغني مش عارف اكمل حتى لا بس بص يعني قول كده على مهلنا هنظبطها في التسجيل هنعمل لك مونتاج ونظبطك وبتاع عايز نعمل مكياج قول يا حسين قول بتقول ايه لنفسك كنت قاعد لوحدك كده بقول ما خدتش منك حاجه يا دنيا ولا حاجه انا ايه اللي خدته ايه اللي خدته من الدنيا الا الفقر والتعب والشقه وحاضر نعم وقلة القيمة من بعض الناس وقلة القيمة لا ده مش من بعض الناس ده من الأغلبية ما احنا بنقول كل ألفاظنا يعني بنحسن ألفاظنا شوية قليلين أوي وأهل الطيبين أيضا طب قول بقى طب قولها كلام كده الأول طب قولها قولها كلام عشان تسخن ما أنا مش حافظ كلام أصلي وأنا مش حافظ والله كتاب حياتي يا عين مفيش زيه كتاب الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب يا ساتر الحبر من دمعي يا ساتر يا رب وبس قول كمان الحبر من دمعي تقولوا يا جماعه يا عين ما قالش حد غير كده هو واللي بيقولهم بيكررهم هم محمود بيه انت مفيش بقى وقت انت عيني متعود على كده علي بيه وحسن بيه ومحمد بيه وعلي بيه ومفيش لا يا استاذ محمود مفيش بهوات خلاص يا استاذ محمود ولا الناس كلها عاملين بهوات والله مره قلتها لمحمود قول لي في بهوات ولا الناس كلها عامله بهوات قال لك ايه راجل جدع قال لي مفيش بهوات مفيش اضعف الايمان قول يا استاذ فلان ده اضعف الايمان وكلها بهوات هنا كلها بشر وعلى مفيش كلها وعلى مفيش نفخة انت تعرف ان بعد الحالة دي مزاعة انا هخاف امشي من الشارع ده نفخة شيطان والله قال لك كلهم بهوات وبشوات يا مدعي الكبر يبطل نفخة الشيطان من بره مجلي ومن جوه كما الدخان مفيش يعني القوة هو اللي عملك عمالك بس يا مدعي الكبر بطل نفخة الشيطان يا مدعي الكبر بطل نفخة الشيطان من بره مجلي نظيف من بره مجلي ومن جوه كما الدخان تعرف مية الدخان ايه شكلها؟ دع الملك للمالك قال كام يا نفس ألبسك هدوم بيضة كام يا نفس أدلك على الخيرات تعصيني ألبسك هدوم بيضة تعصيني وتصبغيها صيني نفس أمارة بالسوء يا محمود استاذ محمود قول يا محمود ما كنت اقول يا محمود ما تقول وانت برضه هتقول يا محمود بيه لسانك واخد على كده الناس بتقهر الناس ها كتير وفي ناس محترمين برضه والله ليه كده اقول لك يا استاذ محمود ممكن نقول الوظيفه ممكن نقول النفوذ الوظيفه الفلوس المنصب اللي هو فيه بس مش ذنبي انا مش ذنبي انا اللي عملته اللي قدرت عليه عملته اه شاب زي الفل خريج معهد اخته خريجه جامعه اخته في اعدادي يعني انا ما اتاخرتش عن اولادي ومؤمن بالتعليم انا مش ذنبي ان ما علمونيش انت ما بتعرفش تقرا تكتب اقرا اعلانات اقرا على التلفزيون وما دخلتش اي مدرسه كمان
خالص خالص ولا كتاب ولا أمية ولا أي حد كان. مع التقرر ان انت وحداني هعيش كده وحداني. ايوه عشت وحيد. عشت وحيد. مش غنت ام كلثوم قالت ايه؟ قالت حطيت على القلب ايد وانا مودع وحيد. قول يا عين وصعفيني يا عين وبالدمع جودي. وبالدمع جودي يا عين. يا عين يا استاذ محمود. الله 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 الله. وبتعرف ايه كمان من الغنى؟ ده انت قلبك موجوع قوي. ايه ده؟ ما حاج موجوع. ده مش موجوع. كل الاغاني بتاعتك يعني مزعجه متعبه. ما انا تعبان. ده الملك للمالك. سبحان الله سبحان الله. لما بتخلص صلاه بتدعي تقول ايه؟ بدعي بقول يا رب يسر لي امري. يا ربي يسر لي امري. والله ما استر على ولاياي يا رب، ويسر لهم طريقهم يا رب، وبدعي لهم يعني على حسب الهوى الجو اللي ماشي بيه. ساعات وانت قاعد كده انت بتقعد كتير بقى على باب البيت شغلتك كده، بتسرح بقى تفكر في حاجات نفسك تعملها وما عملتهاش، ليك مزاج تلبس حاجه تاكل حاجه تروح حته. لا هو لبسي هو من بلد من ساعه ما جه. ما هو مره اتقابلت. لا يعني نفسك في حته صوف زرقاء مثلا، نفسك في كوفيه، مش عارف ايه، نفسك بتروح لفين؟ والله كان عن نفسي كتير عايز. كتير قول بقى كتير. نفسي الواحد نفسه كتير قوي. اديني فكره. الواحد نفسه يعني بتقعد كده بتروح فين؟ دماغك بتروح فين؟ لا كان على الحلم كتير. طب ما تيجي يحلم. ما تيجي الانسان بيحلم. طب ما تيجي لحلم. بيحلم قوي قوي قوي، وبعدين الحلم الخيال ده ممكن يقع على جذور رابطه. انت بعد ما كبرت كده يا حسين حسيت ان الشغلانه دي ما كانش ليها عوزه؟ ما كانش ليها عوزه. اندمت. اندمت قوي. انت بتشتغل ايه بقى؟ انا اصلا شغلت سواق ومعي تانية مهنيه. بس ما كفتش. ما كفتش. وبعدين هنا لقيت الجو زحمه وعلى اعصابك وانا خلقي ضيق، فقلت لا تجنب الشغلانه دي ما تنفعش. فاشتغلت الشغلانه عصب. انا جيت من البلد اشتغلت الشغلانه دي. تعرف يا محمود دي اللي بيبيع مناديل على كوبري ولا على مثلهان احسن من الشغلانه دي. لا ليها قيمه ولا احترام. اهانات كلها. اهانات. وبعدين لا ضمان ولا حاجه. ولا ضمان ولا معاش ولا معاش ولا حاجه. ترمينا رمية الكلاب. كتاب حياتي. اصل لو عارف النغمه والله كنت غنيتها معاك. فتقولوا يا جماعه حد. طب غني غني. طب غني اللي انت قلتها بتاع ست ام كلثوم بتاعت اسمها ايه؟ حطيت على قلب ايدي. وانا بقعد واقول يا عين حطيت على القلب ايدي. والنبي حلو. وانا 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 بودع وحيدي واقول يا عين واسعي فيني يا عين. وبالدمع جود يا عين يا عين يا عين بالدمع. يلا قول يا راجل حلو. يا راجل قول. هو انا هنغني في الاذاعه؟ يا عم غني فرصه. اعتبر ان انا معاك امال فهمي واحنا على النص. انت استاذ. احنا على السلم. انت استاذ. لا ستنا امال فهمي ستنا. قعدتك دي انا اقعد طول. الله يكرمك. الله يكرمك. واقول قعدت مع الاستاذ. طب قول بقى كتاب حياتي بقى اول شيء نمشي بقى عشان انا عايز اروح انام. بس كتاب حياتي يا عين. الله اكبر. ما شفت من زيه كتاب الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب عذاب يا عين. الحبر من دمعي من دمعي من دمعي يا يا عين. الله يكرمك حبيبي يا استاذ محمود. السلام عليكم. وانت سعيد يا باشا. الله جيل بعض احنا الاثنين. وانت سعيد. السلام عليكم. ترى الفتيان كالنخل. ترى الفتيان كالنخل وما أدراك ما الدخل. بلاش عنتظر في عرض النبي. الراجل كل القصة اللي حكاها دي ما فيش في قلبه ساكن مر إلا من الإهانة. إنت إنت أو قال لك كله مناصر. يعني دي استوقفتني جدا في عم حسين.
بس بقول لك خلي بالك، خلي بالك وانت بتتعامل مع الناس، مش عايزينك تتواضع، مش عايزين التواضع، عايزينك تبقى تحس ان انت بني ادم وهو بني ادم وكلنا بنتساوى. طيب انا يعني هختم بقى الجزء ده عشان نقابل الدكتور فاروق الباز برضو من المربع الصعيدي. بمناسبة كلام عم حسين جاب بالصدفة كده، اوعى تقول للنادل يا عم، ولو كان روحك بايده، لو حد خالي من الهم، ولا حد خالي من الهم حتى السعف فوق جريده. انت ما تمشيش مختال، خلي بالكم الناس طيبة. على فكرة انت من غير حارس العمارة يبقى عندك مشكلة كبيرة، ومن غير كتير جدا من المهن يبقى عندك مشكلة كبيرة. وانت ماشي كده جواك همك، طبعا كلنا فينا هموم، بترمي هموم على ناس كتير. يمكن ده خلاصة نطلع بيها من الحلقة، يعني وفر الهموم دي في عرضك، وخلي الدنيا تبقى على حقيقتها، تبقى بسيطة. دكتور فاروق الباز في حوار مختلف عن الهموم بعد الفصل.